تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام والتحديات متواصله على ارضيه هذا الميدان. شوطا يبدا وشوطا ينتهي بالاثاره مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. هنا ايضا بوجود سن الكبار ووجود انطلاقه سن الثنايا. شوطنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام هنا ايضا شوطنا السابع في مجموعه الاشواط الصباحية خصص للقعدان الثنايا المحليات على صايل، المسافة على وهي 6 كيلومترات. مباشرة نبدأ بالتعرف على المراكز الأولى المتقدمة، مقدمة الشوط والمركز الأول من يتقدم على الصدارة وينطلق على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الكبير المصاحب لهذه الانطلاقات. جح جاح على الصدارة محمد بن عبيد، هنا بن سعيد السبوسي يأتي على الصدارة ويقدم لنا انطلاقة جحجاح. النغلة مع المركز الثاني مولع، معضد مسيب معضد المشغوني خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث الزاقل سلطان بن علي بن تريم الكتبي يقدم الزاقل على مستوى المركز هنا الثالث في هذه اللحظات. الدور دور المركز الرابع من القادم في هذه اللحظات، نبح مطر بن حمد بن عصيان المنصوري يقدم نبح على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس المركز الخامس القادم المتقدم مضمون محمد بن سعيد بن حمود الاعفاري خذ المركز الخامس، ولكن اللي غير شاهين سيبن محمد بن سيبن فارس بقبي المزروعي بدا يغير المسار وينتقل من السادس الى الخامس. شوف الاسماء هنا ايضا المتقدمه والشعار الحاضر هنا ايضا من ميمنه الميدان والمنطلق في هذا المسار وفي هذا الابداع الكبير. ناصي مبارك بن حمد بن علي الشامسي بدا يتقدم ويقدم شعاره على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات. الدور دور المركز الثامن من القادم والمتقدم اللي هو شاهين مطر بن حمد بن مبارك الميري خذ المركز هنا ايضا الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع المتدخل في هذه اللحظات والمنطلق في هذا المسار المستمر وفي هذا الابداع الكبير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الواصل والمنطلق في هذا المسار هنا يتقدم في هذه اللحظات بوضة بيرود ناصر بن محفوظ بن خميس علي نيبي يتقدم ويقدم شعاره مع انطلاقة بوضة بيرود ويغير المسار من مركز إلى مركز متقدم، بينما الواصل مع المركز العاشر والمنطلق في هذا المسار والمندفع في هذا التحدي وفي هذا الإبداع الكبير المصاحب لهذه الانطلاقات المصاحب لهذه التحديات الكبيرة والمثيرة. نداءنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة، الجوائز العشر المراكز الأولى المتقدمة التي قدمت من قبل اتحاد سباقات ترجن، بينما المركز العاشر شوف القادم في هذه اللحظات وشوف المتقدم في هذا المسار المستمر من خلال تواجد وحضور حملول مبارك بن حمد بن دحروي العامري خذ المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمه، شعارات واسماء لها وزنها وثقلها في عالم الاصاله حاضره في هذا الانطلاق مشاركه في هذا الشوط باحثه وطامحه عن ناموس
دروس هذا المسار، الكل مشارك من أجل انتصار، الكل مقدم سلالة محلية، الكل حاضر بسلالة محلية غنية عن التعريف، حاضرا في هذا المسار منطلقا في هذا الإبداع، باحثا لتكرير الإنجاز السابق التي قدمت في الهفونة أيضا منذ بداية نشاتها حتى أن وصلت في هذا اليوم وفي هذا الموسم مع سن الكبار. دائما يحلو الرقص مع سن الكبار، دائما يحلو الرقص مع سن الكبار. انتصفت المسافة 3 كيلومترات قضيناها، تبقى مثلها 3 كيلومترات، ولكن نعود مع جحجاح، نعود مع جحجاح على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا المسار. محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يأتي ويقدم لنا انطلاقة جحجاح على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الانطلاق. بينما الزاقل مع على مستوى المركز الثاني سلطان بن علي بن تريم الاكتبي يأتي ويقدم انطلاقة الزاقل الدور دور المركز الثالث. هذا الواصل والمنطلق في هذا المسار والمندفع في هذه اللحظات، من يتقدم في هذه اللحظات؟ بوضة بيرود، ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي بدأ يتقدم ويقدم شعاره العناوي على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع حضور مع الواعي، محمد بخلبان بن راشد المزروعي يقدم الواعي، أول نداء للواعي بدأ يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذا المسار. بينما المركز الخامس التدخل مع شاهين، حمد بن قنازل بن حمرون العامري قادم ويقدم شاهين على مستوى المركز الخامس. الدور دور المركز السادس الواصل والمنطلق في هذه اللحظات، نبه مطر بن حمد بن عصيان المنصوري يقدم انطلاقة نبه على مستوى المركز هنا السادس. بينما المركز السابع حضور ملع، معضد مسيب بن معضد المسغوني يأتي ويقدم ملع أيضا الحضور في هذه اللحظات مع هملول. مبارك بن حمد بن دحروي العامري بدأ يتقدم ويقدم شعاره ليغير المسار من الثامن إلى السابع إلى السادس وعينه إلى رأس حربة هذا الشوط. بينما المركز التاسع الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذا الانطلاق، حامل رقم 9 شاهين سيف بن محمد بن سيف بن فارس بقبي المزروعي بدأ يتقدم ويقدم شعاره. بينما القدوم من ميمنة الميدان مع ناصي، مبارك بن حمد بن علي الشامسي بدأ يتقدم ويقدم شعاره في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير، المصاحب لهذه الانطلاقات، المصاحب لهذه التحديات الكبيرة. تابع بقية الأسماء، ارصد القادم والمتقدم، اسم كبير، اسم خطير بدأ يتقدم في هذه اللحظات. وهنا أيضا بدأ يندفع مع انطلاقة امطيلان بن هديم الكعبي، يقدم انطلاقة امطيلان، خليفة من سالم بن هديم الكعبي قادم ويقدم شعاره. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الحوار الثنائي، نعود مع المعركة الثنائية. الله يا سلام يا سلام، هذا شاهين، هذا شاهين على بداية المسار. حمد بن قنازة بن حمرور العامري يأتي على الصدارة، يتقدم على المقدمة ويعلن بالانطلاق، يعلن بالتحدي في هذا المسار المستمر وفي هذا الإبداع الكبير والمثير على مقدمة هذا الشوط. بينما الواعي، بينما الواعي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي بدأ يغير المسار لينطلق على الصدارة، الوصول مع الزاقل سلطان بن علي بن تريم الكتبي بدأ يتقدم ويقدم الزاقل، الوصول مع أبو ظبي رود، ناصر بن محفوظ بن خميس النبي بدأ يتقدم ويقدم شعاره أيضا، هملول، مبارك بن حمد بن دحروي العامري، نبه مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، الوصول الآخر والانطلاق مع انطلاقة ناصي، مبارك بن حمد بن علي الشامسي قادم ويقدم شعاره. ولكن الواعي، ولكن الواعي على مقدمة المسار، الواعي على الصدارة، الواعي على المقدمة. محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يأتي على الصدارة، يتقدم على المقدمة، بوضة بيرود، بوضة بيرود بدأ يتقدم، ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي يقدم شعاره العناوي. ولكن الواعي، ولكن الواعي بدأ يتحرك على البداية، بدأ يتحرك على المقدمة، على المركز الأول. محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يأتي على البداية، بوضة بيرود، بوضة بيرود، ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي يأتي ويقدم شعاره. المعركة ثنائية، الحوار ثنائي ما بين هذه الأسماء، ياهي معركة، ياهي معركة. ولكن الشعار العناوي، الشعار العناوي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على البداية، ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي، ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي، شكرا لدعم هذا الشعار، محفوظ بن خميس الليبي
هو سلام العاصمة سلام، سلام العاصمة سلام، سلام بوضة بسلام، محمد على ظهر بوضة برود، ناصر بن محفوظ بخميس النبي. شكرا يا ابو ناصر على هذا الانطلاق. المركز الثاني الوعي محمد بخلباب الراشد المزروعي، ثالثا كان وصل مع شاهين حمد بن جنازة بن حمرول العامري. المركز الرابع، المركز الرابع كان شاهين مطر بن حمد بن مبارك المهيري. والمركز الخامس، المركز الخامس نحيله الى اعضاء خط النهايه. التوقيت الزمني في هذا الانطلاق 9:34 تهانينا والناموس لمالك بوضة بيرود ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي. وسلام بوضة بسلام، وسلام الشعار العناوي سلام.